خبر آخر، في أوكرانيا توالت التحذيرات الدولية من تعرض المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا النووية للقصف الروسي، وحذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من كارثة نووية محتملة في المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية. من جانبها اتهمت موسكو الجيش الأوكراني بقصف المحطة النووية ووصفتها بأنها إرهاب نووي. على الرقعة الأوكرانية الملتهبة تتصاعد التحذيرات لحماية محطة زابوروجيا النووية التي يحتلها الجيش الروسي شرقي البلاد. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي حذر من كارثة نووية محتملة في المحطة وطالب في كلمته أمام قادة الدفاع في مؤتمر بالدنمارك بتشديد العقوبات على روسيا ردا على ما سماه ابتزازها النووي. يمكن لروسيا أن تتسبب في أكبر حادث إشعاعي في التاريخ في محطة زابوروجيا النووية، ويمكن أن تكون عواقبها الفعلية أكبر كارثية من حادثة تشيرنوبل. إن حدث ذلك فإنه يشبه استخدام الأسلحة النووية ولكن بدون ضربة منها. أما وزارة الخارجية الروسية فقد اتهمت أوكرانيا بممارسة الإرهاب النووي، وقالت إن وحدات الجيش الأوكراني قصفت مواقع في زابوروجيا. مؤخرا قصفت الوحدات الأوكرانية أراضي تابعة لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا مرات عدة، وهذا إرهاب نووي ويمكن أن يؤدي إلى كارثة على نطاق يتجاوز بكثير عواقب حادث تشيرنوبل، وقد يصل الضرر الإشعاعي إلى بلدان أوروبية ويعرض حياة الملايين للخطر. الأمين العام للأمم المتحدة حذر من وقوع كارثة إذا استمرت العمليات العسكرية حول محطة زابوروجيا، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، وناشد القوات العسكرية الروسية والأوكرانية الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة المجاورة للمحطة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن مديرها العام رافائيل غروسي سيبلغ مجلس الأمن عن الوضع الخطر الذي يهدد أمن المحطة النووية، وسيبحث إرسال بعثة خبراء إلى الموقع. تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة بانتظار انعقاد اجتماع في الأمم المتحدة بطلب من روسيا لبحث مصير المحطة النووية التي أثارت قلق المجتمع الدولي. نتابع تطورات هذا الملف مع شبكة مراسلينا من كييف محمد الزاوي، من موسكو محمد حسن، ومن نيويورك مراسلنا عبد الله إيماسي. يرحب بكم جميعا، وأبدأ معك محمد الزاوي. يعني اتهامات متبادلة حول قصف هذه المحطة والمناطق المحيطة بها، ماذا في آخر التطورات الميدانية هناك محمد؟ جمال، لحد الساعة فعلا يعني الاتهامات متبادلة بين الجانب الأوكراني والروسي. الرواية الأوكرانية تخالف الرواية الروسية وتقول بأن الجانب الروسي هو الذي يهاجم محيط هذه المحطة، يتهم الجانب الروسي أيضا بالابتزاز. ولحد الساعة هناك دعوات تتجدد من قبل الجانب الأوكراني، كانت على لسان وزير الخارجية ديمترو كوليبا اليوم، دعا فيه الأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين إلى أوكرانيا، وقال بأنه إذا كانت لا روسيا لا تخفي أي شيء فعليها ألا تخشى المراقبين الدوليين. أيضا جدد دعوته للمجتمع الدولي من أجل الضغط على روسيا للخروج من هذه المحطة. نفس الأمر ذهب أيضا إليه الرئيس الأوكراني خلال الساعات القليلة الماضية، وقال بأن الاستفزازات الروسية في محيط هذه المحطة قد تنبئ بكارثة قد تكون أكبر من كارثة تشيرنوبل التي شهدها العالم في عام 1986. تقريبا هذه الاتهامات الأخيرة، وما زال يؤكد الجانب الأوكراني على خطورة الوضع في هذه المنطقة، خاصة مع استمرار الأعمال القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية في المنطقة الجنوبية. نعم، محمد حسن من موسكو، يعني مخاوف من كارثة نووية في زابوروجيا، نتابع معك الموقف الروسي وكيف تتعامل أيضا مع هذه الاتهامات الأوكرانية بقصف المحطة.
نعم، لابد من الإشارة أولا قبل الحديث عن الموقف الروسي إلى حقيقة هي أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على محطة زاباروجيا للطاقة النووية في 28 من فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين تسيطر ليست فقط على هذه المحطة بل وعلى محيطها. في الأيام الأخيرة الماضية فعلا كان هناك قصف على خزانات الوقود المستهلك، الوقود النووي المستهلك، والذي قد يؤدي إلى انشطارات نووية وإشعاع نووي وكارثة بيئية فعلية تؤثر ليس فقط على أوروبا بل وبالدرجة الأولى على المناطق المحيطة بزاباروجيا وتحديدا خرسون التي أيضا تسيطر عليها القوات الروسية، على دونيتسك ولوغانسك، على شبه جزيرة القرم، وعلى الجنوب الروسي روستوف وغيرها من المدن الروسية. روسيا تتهم بأن هذا القصف يأتي، تتهم الطرف الأوكراني وتقول أن هذا هو الاستفزاز الذي يطالب به الأوكرانيون، بأن أن تكون هذه المنطقة منطقة خالية من السلاح، أو بمعنى آخر انسحاب القوات الروسية من هذه المناطق وتسليمها للقوات الأممية. روسيا ترفض هذا الموضوع بل وتتهم أيضا الأمم المتحدة بالتباطؤ لأنها لا ترسل فريق من الوكالة الدولية للطاقة النووية لتقصي الحقائق، وتقول أن هذا الفريق يجب أن يكون قد وصل منذ فترة أبكر من هذه الفترة، وحتى الآن لم يصل هذا الفريق ليتأكد من أين يأتي هذا القصف. حتى الآن لم يكن هناك أي تحركات على الأرض، تحركات عسكرية لردع أو لتحقيق ما يجري الحديث عنه هنا في أوساط العسكريين، بأن يتم دفع خط المواجهة إلى نحو الغرب كي لا يمكن الأسلحة الأوكرانية للوصول إلى هذه المحطة حسب الرواية الروسية، لأنه الرواية الروسية طبعا تختلف تماما عن الرواية الغربية التي تقول بأن روسيا هي التي تقصف هذه المحطة رغم أنها تسيطر عليها. نعم، والاتهامات متبادلة هنا بشأن هذا الموضوع. عبد الله إيماسي من نيويورك، إذن اجتماع لمجلس الأمن بعد حوالي ساعتين ربما من الآن، ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ جمال، دعني أولا أحيطك بالسياق الذي تأتي فيه هذه الجلسة المقررة بعد أقل من ساعتين. هذا الاجتماع دعت إليه روسيا، وهو الاجتماع الثاني الذي سيخصص حصرا للتطورات الجارية في محطة زاباروجيا النووية، بعد اجتماع مماثل أواخر شهر فبراير الماضي عندما طالبت بدا ذلك أوكرانيا وطالبت بالتدخل والحماية الدولية. إذن هذا هو السياق الأول. السياق الثاني هو أنه في هذا الشهر تشهد الأمم المتحدة انعقاد اجتماعات على مدار اليوم وطيلة هذا الشهر لمناقشة أو مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي الحقيقة موضوع محطة زاباروجيا كانت محطة اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح هذه الاجتماعات عندما حذر من وقوع كارثة نووية، ضاربا المثل بما يجري في أوكرانيا في محطة زاباروجيا الثالثة على مستوى العالم والأولى على مستوى أوروبا. الآن بعد انعقاد هذا الاجتماع الذي سيقدم فيه المدير العام للطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، من المتوقع أن يطرح لديهم الخيارات الكفيلة بتطويق أزمة نووية محتملة والتي قد تنفجر في أي لحظة بحسب التهديدات القائمة الآن، وبحسب ما يقال إنه تسرب إشعاعي حاصل الآن في المحطة. الإجراءين المحتملين هو الدعوة إلى إرسال فريق أممي، وأيضا
العمل على جعل المنطقة المحيطة بالمحطة النووية منزوعة السلاح. طبعا هذين الإجراءين أو هذين المقترحين يتطلبان قرارا من مجلس الأمن الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وكما تعلم جمال هناك انقسام حاد داخل أعضاء مجلس الأمن الدولي حيال هذا الموضوع وحيال الموضوع الأوكراني بشكل عام. شكرا لك عبد العباسي من موسكو، محمد الزاوي من كييف، ومحمد حسن من عبد العباسي من نيويورك، عفوا محمد الزاوي من كييف ومحمد حسن من موسكو.